تحية طيبة مشاهدينا. شهد الأسبوع الماضي تحولاً هائلاً وتاريخياً قد يغير وجه منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو الانتفاضة الإيرانية والتي بدأ يسميها البعض بالثورة الإيرانية ضد حكم الملالي والثورة الإسلامية الخمينية ونظامها الحاكم في طهران. ولكن هل يستطيع الشعب الإيراني تحطيم أسطورة النظام الأمني المخيف وميليشياته كالبسيج والحرس الثوري الإيراني؟ وما هي المخاطر والعقبات التي قد تواجه الشعب الإيراني على طريقه إلى الحرية؟ وكيف يستطيع العالم دعم هذه المطالب المشروعة لشعب يعد أحد أكثر شعوب العالم معاناة واضطهادا؟ للإجابة عن هذه التساؤلات ضيوفنا حنين غدير، الزميلة الزائرة من مؤسسة فريدمان إلى معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، كما ينضم إلينا عماد حرب، مدير الأبحاث في مركز العرب للدراسات الاستراتيجية. شكراً كثير لانضمامكم لنا اليوم. نبدأ دغري بالحديث عن التطورات الأخيرة في إيران والتي يعني غيرت الكثير، يعني تقريباً نستطيع أن نقول قلبت الطاولة اليوم. كيف تنظروا له التغيير الكبير، تظاهرات شعبية في مختلف المدن في إيران، وبأي اتجاه يعني تغيرت الأمور وانعكاسات هذه التظاهرات على المنطقة بشكل عام؟ نبدأ معك حنين. أهلا وسهلا. أول شيء طبعا التظاهرات اللي عم تصير بإيران اليوم، اللي عم نشوف هذا اليوم السادس للتظاهرات بإيران، أول شيء كانت غير متوقعة لأنه ما صار في شيء فعليا خلى الناس تنزل، مثل أنه قيادة معينة مثل 2009 الثورة الخضراء، أنه كان في شيء واضح عم بيخلي هاد الناس تنزل على الشارع. هذا الشيء اليوم كتير مختلف، لأنه أولا طبقات الاقتصادية اللي عم تنزل بالشارع اليوم هي طبقات فقيرة، مش طبقات مش التلاميذ وطلاب الجامعات والطبقات المتوسطة اللي نزلت أيام 2009. اليوم عم نشوف شيء تاني مختلف بالشارع، ناس مختلفين. بلشت يمكن بمحل ما موضوع اقتصادي، بس واضح الموضوع سياسي طاغي، ولأول مرة عم نسمع مش بموضوع قصة أنه ديمقراطية أو تغيير قانون، عم نسمع بشيء له علاقة بتغيير النظام. الناس عم تطالب بتغيير النظام، فهذا شيء جديد. تانياً عندنا 35 مدينة اليوم بإيران عم تتظاهر، مش بس بطهران وبالمدن الكبيرة، 35 مدينة من الصغار للكبار موجودين الناس وين ما كان. ثلاثة ما في قيادات واضحة، يعني مش بسهولة مثل بال2009 صار في إلقاء قبض على القيادات ووقفت الثورة، لا ما بنعرف مين في وراها، الناس بالشارع وبس مش أكتر من هيك. بعتقد هذا الشيء له علاقة بشغلتين، أولا أنه الموضوع الوضع الاقتصادي بإيران كتير سيء، 60% من الإيرانيين عم بعيشوا تحت خط الفقر، عم نحكي عن 40 مليون من الإيرانيين تحت خط الفقر. الاتفاق الإيراني، الاتفاق النووي الإيراني مع أمريكا ما حل هذا الموضوع، بل على العكس، يعني المصاري اللي صارت عم تجي، الانفستمنتس اللي كانت عم تصير بإيران عم تروح للميليشيات الشيعية بالمنطقة مش للإيرانية نفسهم. فهذا الشيء طبعا خلى الإيرانية بلشوا يحكوا أنه لا، مش لإيران، مش لسوريا، مش لحزب الله، مش لغزة، نحن لإيران، نحن الأولوية. وهذا الشيء ما راح يروح. هذا الشيء يمكن حيصير في موجات قمع للمتظاهرين، بس ما معناتها أنه حتخلص. فشو ما عمل هلأ النظام الإيراني، شو ما عمله، قمعوا رح يأكلوها وما رح يقضوا على المظاهرات. وإذا وقفوا على جنب مثل ما عم نشوف اليوم حذرين بهذا الموضوع، كمان عم تكبر المظاهرات. وإذا صار في قمع حتبقى، وحتى الإصلاحيين اللي هلأ كمان واقفين على جنب رح ينضموا للمظاهرات. فبكل الأحوال هذا الشيء ما رح يخلص. شو رأيك؟ وافق كليا على اللي قلته الاخت حنين. بس انا بالنسبه لي في مشكله كبيره، وهي المشكله هي انه النظام لحد الان بين الاصلاحيين وبين المحافظين لا يزال موحدا، بمعنى انه ما فيش هناك انشقاقات بالنظام. واذا ما فيش انشقاقات بالنظام، يعني كل ما استمرت عمليه لحمه النظام، كل ما خفت تأثير المظاهرات بحد ذاته. بمعنى أنه لأمتى بده يضلوا هم؟ نحن بنعرف أنه كما قالت السيدة حنين أنه المشكلة بالأساس أنه هذه ما إلى قيادة. إذا ما فيش قيادة مين رح يستمر فيها؟ مين رح يقول لها الناس هودي؟ إلا إذا كانوا هني من خيرة نفسهم، هني مشوا بالشوارع ومشوا بمظاهرات ضد النظام. إذا ما فيش قيادة للمظاهرات،
وبقي النظام موحد. هذه مشكلة بالنسبة للمظاهرات، علما أن المظاهرات تقوم بسبب بأسباب اقتصادية وسياسية وجيهة جدا جدا، وإذا لم يكن لهذه المظاهرات قيادة جديدة أو قيادة يمكن أن تضع برنامجا معينا لهذه المظاهرات بدلا أن تكون من هنا وهناك وب 35 مدينة، إذا ما كانش من وجد هالقيادة هذه في هناك مشكلة حول هالمظاهرات هذه، علما أن النظام إذا ظل موحد كمان بدها تزيد المشكلة. طب ألا ينطبق يعني هالكلام وهي النظرية اللي عم تذكرها على سوريا؟ إنه كان في لم يكن هناك قيادة سياسية، ويعني على المستوى القيادي للنظام لم يكن هناك انشقاقات حقيقية، كانت صحيح. انشقاقات على مستوى عناصر في الجيش والشرطة والأمن بشكل عام، ويعني النظام في سوريا أصعب لأنه نظام طائفي وأقلوي. صحيح. على عكس الوضع في إيران، يعني المتظاهرين أغلبهم من الشيعة الفرس. صح. وهو يعني بالنسبة للنظام بأنه يمثل النظام نفسه، يعني هذه نفس الشريحة. طيب في سوريا استمرت المظاهرات مع كل القمع. صح. وعدم وجود قيادة. صح. وإلى اليوم يعني لم يستطع النظام الانتصار. مزبوط، بس هنا المشكلة الأساسية هي أن المحتجين بحد ذاتهم من لهم في الخارج ليدعمهم كما دعمت المعارضة السورية، بمعنى أن عندما بالضبط عندما لجأ النظام إلى القمع العسكري قامت المعارضة ردت المعارضة وبعض فصائل المعارضة بأنها ردت عسكريا على النظام، وهذا ما جعل الأزمة السورية تستمر لسبع سنوات. برأيك يعني أنا بدك تردي على هالموضوع، لمن يعني يوجد لدعم هذه الثورة الشعبية لحد اليوم، يعني نستطيع أن نقول انتفاضة أو ثورة شعبية في إيران ضد هذا النظام؟ إيه، بس قبل كمان بدي أشير لشغلة تانية، يعني معه حق بموضوع سوريا، بس كمان النظام كان عنده مساعدة كتير قوية، يعني لو ما إيران وروسيا وحزب الله وكمان النظام كان سقط من زمان، يعني من زمان زمان كان سقط النظام، فهذا كمان بيعطينا أمل. يعني ما بعتقد حتى اليوم روسيا أو حزب الله أو يمكن حزب الله بس روسيا أو 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 أي أو بغداد أو ما بعرف مين يبعتوا جيوشهم على إيران. صحيح. كمان هذا، فكمان هذه الشغلة بس بين الإيرانية والإيرانية، فهذه محل كمان ممكن يساعد. وإذا وبعتقد رايحين بمحل، نحن كمان النظام ما رح يضل عم يتفرج بإيران وقت طويل، رح يوصل لمحل حيهجم على الناس بالشارع. هون ساعتها الإصلاحيين رح ينضموا للناس. بالضبط. هون ساعتها بتشوف هذا الشرخ بالنظام. افتكر هذا التعويل الوحيد بتصورنا. ايه، بس يروح على هذا المحل، ومثل ما بنعرف يعني النظام بإيران بين البسيج والحرس الثوري صعب يوقفوا يتفرجوا لوقت طويل، يعني طبيعي منهم انه ينزلوا يقتلوا ناس، يحبسوا ناس، اعدامات بالشارع، ما بنعرف شو بده يصير، بس هيدا ساعتها بده ساعتها يخلق شرخ بين النظام نفسه، بين الإصلاحيين والهاردلاينرز. هلأ مين بده يدعم شارع بإيران؟ هيدا شيء كتير صعب نقوله، لأنه لحد هلأ ما حدا عم يسترجي، ما حدا بيقدر. يعني ما بتنسى أنه نحن كمان الإيرانية معزولين بطريقة ما، حتى السوشيال ميديا اليوم ما بنقدر نعرف شو عم بيصير، كل اللي عم نقدر ناخده هو شوية فيديوهات عم تقطع من يمكن تليجرام بمحل، شوية على تويتر في فيديوهات عم تطلع، بس فعليا شو عم بيصير جوا ما فينا نعرف. كيف فينا نساعدهم؟ ما بنعرف، لأنه ما في تشانلز نقدر نوصل لهم إياها. بس في عندهم جالية قوية جدا، بس في تشانلز يعني في عندك قنوات اتصال معهم مقطوعة كليا. بس بشكل أساسي أنا بعتقد أنه في كتير يعني غير الدول يلي طبعا بتدعم أنه تغيير النظام بإيران، هذا الشيء ما حدا بيقدر يتدخل فيها لا هيدا، بس في كتير ناس جالية الإيرانية الموجودة برا، الشعوب وين ما كان أكيد حتدعم ثورة شعب، مثل ما الشعوب كمان دعمت ثورة شعب بسوريا وثورة شعب بتونس وثورة شعب وين ما كان، حتدعم الشعوب حتدعم ثورة شعب كمان. مساعدات مادية أو مساعدات عسكرية أنا بعتقد أصلاً هالمرحلة ما لازم تصير، بس دعم معنوي ليفهموا الناس بالشارع أنه نحن معكم وكلنا عم نتفرج على اللي عم بيصير ومنكم متروكين لحالكم. بس أكتر من هيك ما لازم، بعتقد بهالمرحلة يصير أكتر من هيك دعم تقني أكيد لازم يصير، يعني يمكن بمحل ما الأوروبية لازم يندفشوا شوي ليقدروا ياخدوا موقف أقوى من هيك، دعم إعلامي ودعم تكنولوجيا وإلى ما هنالك تقني تكنولوجي سياسي إعلامي كله هيدا لازم يصير. أكثر من هيك يمكن بالمرحلة الجاي، بس بهالمرحلة هيدا لازم يصير. بس أنا أتذكر أنه في تسارع كبير يعني في الحراك الإيراني، هو أسرع حتى من الثورة السورية، يعني الثورة السورية
في بدايتها كان يعني انتظار كل أسبوع لأسبوعه لعند ما نشوف مظاهرات أكثر وأكثر. صح. اليوم نرى انتشار كبير في وقت قصير جدا. في شغلة إذا ممكن بس أذكرها، أنه عملية تحويل، عملية أنه النظام مثل ما قلتي أنه النظام يلجأ إلى العنف، هذا ما يريده النظام بالأساس، أنه المعارضة تلجأ إلى العنف لحتى النظام بحد ذاته يلجأ إلى العنف أكثر، وبالتالي بتروح الضربة بتطلع على المتظاهرين اللي بالشوارع، فهذه مشكلة. مشان هيك بيجي عملية مثل ما قلت، عملية الدعم الأساسي إعلاميا وأدبيا واقتصاديا بشكل معين من الجاليات الإيرانية في الخارج ومن الدعم الأوروبي. لازم الدعم الأوروبي يجي على شكل أكثر من عملية تشجيع إلى مظاهرات سلمية، ويجب على النظام أن يكون حذرا، ويجب على الدول الأوروبية أن تفرض نفسها بشكل اقتصادي على النظام الإيراني. هي الوحيدة التي فتحت على النظام الاقتصادي على النظام الإيراني بعد رفع العقوبات. أوروبا هجمت على السوق الإيرانية، وهذا ما استفاد منه النظام بحد ذاته. لهذا على أوروبا أن تتراجع قليلا عن هذه الدخلة، عن هذا الدخول في السوق الإيراني، لأن الدخول في السوق الإيراني يعني دعم للنظام بحد ذاته. هي هي النظرة العامة، ولكن يعني حتى اقتصاديا، أنه هل ما يحصل في إيران يشجع حتى على المستوى يعني البارد، من دون أن نتحدث عن مثلا أنه المبادئ يعني القيم الأوروبية والغربية في الديمقراطية، أنه هل الوضع مشجع بالنسبة للشركات الأوروبية اليوم التي كانت تود الانفتاح اقتصاديا على إيران أن تستمر بهذا المشروع برأيك؟ أعتقد أن المستثمرين دائما خائفون من العملية السياسية. إذا كان هناك عدم استقرار سياسي، يعني أن المستثمرين سيقولون أوكي، لماذا أدخل في هذا السوق إذا لم يكن السوق مستقرا بالنسبة للوضع الاقتصادي. ولكن من ناحية أخرى، هناك من يمكن أن يجزم بأن من مصلحته أن يدخل في هذا الجو بالذات، لأنه بذلك يحصل على تنازلات أكبر من النظام بالنسبة للعملية الاقتصادية، بمعنى أن مستثمر أوروبيا يأتي ويشتري شركات رخيصة، لأن النظام يريد من الأوروبيين أن يدخلوا في السوق، ولهذا يشتري السكوت الأوروبي على قمع المتظاهرين اليوم. بس في محل بمحل ما لحد هلأ، يعني هيدا الشيء على الأرجح رح يستمر الموقف الأوروبي لفترة، بس بدنا يوصل لمرحلة أنه لما يصير في قمع على المظاهرات بشكل عنيف، لما الرأي العام الأوروبي كمان يبلش يحكي، لما الإعلام الأوروبي يبلش يحكي، هذا بده يصير في ضغط على الحكومات. يمكن ساعتها يعني إذا بدنا نعطيها بعد يومين ثلاثة ما راح يتغير شيء، الموقف الأوروبي ما راح يتغير. هلأ نظام ناطر بإيران، هلأ ناطرين إذا هيدي المظاهرات خفت ما راح يلجأوا للقمع. يعني إذا ما كان في تنظيم واضح وبرنامج واضح ما رح يلجأوا للقمع. إذا كفت المظاهرات، واللي هي على الأرجح رح تكفي، رح يلجأوا للقمع. بس يلجأوا للقمع، الأوروبية رح يندفشوا نوعا ما، أو من الرأي العام الأوروبي أو من الإعلام أو من الأمريكان نفسهم أو من الدول التانية بتعاطى بإيران، أنه خلص في محل أنه ما فيكن، لأنه أوريدي اليوم بلش الإعلام يحكي على الضغط على هناك الأوروبية. قمع يعني هلأ نحن عم نشوف فيديوهات في قتل في قمع 21 بعد لسه ما شفنا شيء، يعني ما تقولين أنه لسه ما شفنا شيء. 21 قتيل وهذه بعد ما بلش 21 قتيل بالنسبة لي، يعني حسب التلفزيونات الإيرانية، يعني نحن نعرف أنه بيجوز الأرقام أكبر بكثير، تقريبا شيء 1000 معتقل تمام. بس كمان هو اللي بعد على الأرجح جزء منهم حيروح، جزء منهم راح ينعدم. في سوريا لم يعني تفدهم بأي شيء قمع وقتل المتظاهرين، فهموا الإيرانية هناك. ولكن هنالك جانب آخر على ما تقولين، هو أنه بدل ما تكون المتظاهرين من الشيعة الفرس، يمكن أن تكون متظاهرين من الأقليات الإيرانية، بمعنى أنه عندما تتحول المظاهرات إلى شكل من المظاهرات الإثنية، إذا كان اللور أو إذا كانوا العرب الأهوازيون أو كان الأكراد، إذا قاموا بمظاهرات في شوارعهم، قد تكون الحكومة ساعتها تنظر إلى هذه على أنه شيء تطور خطير، بمعنى أن المظاهرة ليست فقط لأسباب سياسية أو اقتصادية، المظاهرات أيضا هي لأسباب إثنية، يعني أن إيران قادمة على خلاق الإثنية، بمعنى أنها قادمة على تقسيم، على أشياء من هذا النوع. قد يذهب النظام في تفكيره إلى هذه الدرجة
وساعتها قد يلجأ إلى العنف. فيما يخص موضوع الإصلاحيين والمحافظين، يعني بالنسبة للبعض أنه ما بيشوفوا في الفرق الكبير بالحقيقة بين هذين الجانبين، هم يعني وجهين لعملة واحدة، وهذا بحسب المتظاهرين اللي رفضوا النظام بما هو، يعني لا محافظين ولا إصلاحيين، ضد روحاني وضد خامنئي، ويعني هناك حرق لحوزات علمية، يعني مثل المساجد العلمية لهذا النظام، يعني مظاهرات ضد النظام ككل، فكيف سيكون هناك انشقاقات؟ وهل سيقبل المتظاهرون بأن يأتي مثلا يعني أحد الشيوخ أو يعني أصحاب العمائم بأنه هو جزء من هذه الثورة؟ هم يرفضون. هلا انت عم تقولي اصلاحيين على اساس روحاني اصلاحي، هذا يعني ما يروج اصلاحي ضمن النظام. لا خاتمي ضمن النظام. خاتمي يعتبر اصلاحي، كروبي يعتبر اصلاحي، موسى يعتبر اصلاحي، بس روحاني منه اصلاحي، منه ريفورمست. روحاني هو اذا بدك ابن النص، يعني اللي هو اجى بمعنى او هو يكون جسر بين الاصلاحيين وال بس بالنهايه نحن عم نشوف اليوم انه اول شيء روحاني اجا عطوه فرصة تانية بالانتخابات الترم الجديد، عطوه فرصة تانية بالعكس، بدل ما يحقق مطالب الشعب قلب صار مع السلطة. فهلأ نازين الناس بالشارع، الناس اللي بالشارع اليوم هن ضد الدولة الإسلامية ككل. يعني مع خاتمي، مع كل أي حدا يقول بأنه الخلافة الإسلامية لداعش هي كمان بمحل عم بتودي اليوم، لأنه السياسة الإسلام السياسي بكل أشكاله، السنة ولا الشيعة، فشل بالسبعينات وشوي بالثمانينات، كان هذا نوع مثل حلم رومانسي أنه الدولة الإسلامية بإيران والإخوان المسلمين هون وهون، بس اليوم عم نشوف الشعب الإيراني نازل عم بينزل بشعارات علمانية ضد الإسلام السياسي. فولا شيء له علاقة بالإسلام السياسي، إن كان إصلاحي ولا بالنص ولا محافظ، كلهم يعتبروا إسلام سياسي. فالناس اليوم بالشارع هن ضد الإسلام السياسي، نقطة على السطر. ما رح يقبلوا إذا نجحوا، ولا ممكن يقبلوا بأي شيء له علاقة بالإسلام السياسي أو بولاية الفقيه أو بالمرشد أو هلا يمكن ما عم أقول إنه هني عندهم فكرة على أي نظام بده يجي بعدين، بعد بكير كتير نحكي عن هذا الموضوع، بس أكيد الشعارات اليوم هي ضد الإسلام السياسي. هو المسلمين بالشارع تماماً مسلمين ضد الإسلام السياسي. كمان يعني استطراداً على هالشيء هذا، إنه نظام الإسلام السياسي الإيراني لم ينتج ما أراد أن ينتجه بالفعل، لا بل أنتج كل شيء معاكس لذلك. صح. الحرس الثوري الإيراني يسيطر على 40% من الاقتصاد الإيراني. شو اسمه الحوزات العلم الشيعية العلمية تسيطر كمان على أقسام أخرى من الاقتصاد. اليوم رويترز نشرت تقرير طويل جدا بيطلع له 50-60 صفحة. صح. عن خامنئي وما يسيطر عليه خامنئي اقتصاديا، هو كشخص. بالتالي عندما ينظر الإيراني العادي لهذه الدولة اللي كانت تعتبر هاي الدولة اللي بدها تحرره من الاستعمار، بدها تحقق له أمانين الاقتصادية والسياسية، عندما ينظر إلى هذه الدولة بهالشكل هذا، فكيف سيعتبر أنها الدولة التي تمثله بالفعل؟ عرفتي؟ فبالتالي عملية المظاهرات قد تكون اليوم ننظر لها كشكل يمكن قد تكون ظاهريا لناس تعبانين اقتصاديا عم يعترض على النظام السياسي، ولكن أنا بالفعل أعتقد أن هناك ما وراء الكواليس، ما هناك وراء الكواليس، بمعنى أنه قد يكون هناك قيادات اعتبرت نفسها أحسن تظل خلف الكواليس، لأنها تذكرت شو صار بال2009 عندما حيدت الثورة الخضراء وعندما حير زعماء الثورة واعتقلوا. لهذا قد تكون هذه القيادة قد قررت أن تبقى في الخفاء وتسمح للشارع بأن يؤثر على النظام بشكل أو بآخر، لترى كيف يمكن للنظام أن يرد عليها، لذلك تقوم بوضع استراتيجية جديدة أو شيء من هذا النوع. هناك ما يكفي من الغموض ليبرر ما أقوله، لأنه بالحقيقة مش عارفين شو عم بيصير. يعني هو شيء مفاجئ، هل هي ثورة بالفعل؟ بلد مغلق، ولكن يعني هناك وسائل تواصل اجتماعي، تليجرام كان. يعني هل هناك ثورة جياع أم هل هي ثورة ناس تطالب بحقوق سياسية؟
اثنين تمام، هل تستطيع من اثنين يعني بس من يقود هؤلاء؟ عرفتي كيف يعني؟ هذا سؤال كبير. يعني انت برايك انه في شيء غير معروف، ولكن في سوريا لم يكن هناك اي شيء غير معروف، كانت فيها بالطبع يعني نظام رد بشكل عنيف وتشكلت القيادة للثورة السورية من بعد تماما من بعد ما قام النظام بالقمع، خارج سوريا لانها لا تستطيع ان تكون داخل سوريا يعني مثل بال 2005 بلبنان. مزبوط. ما كان في قيادات يعني 14 اذار بلبنان، ما هو اللي عمل 2005؟ 14 اذار الطبقه السياسيه ل 14 اذار هي اجت بعد انتفاضه الارز، وكان هناك مزبوط. يعني اغتيالات وكان في اغتيالات يعني إيه، بس الاغتيالات صارت من بعد بعد ثورة الأرز تحديدا يعني اللي طلعت النظام السوري من لبنان هي بعد اغتيال الحريري. بعد اغتيال الحريري بس الناس تلقائيا نزلت على الشارع من دون ما حدا يقول لهم انزلوا، يعني القيادات اللي اجت بعدين واذا بدك اخذت ثورة الأرز وعملتها سياسية وصارت لهم هن 14 اذار، هن ما كان لهم علاقة بالشارع صدرتها. ايه صدرتها طبعا هن وهيدا ببين لك ليش اليوم فشلوا. يعني طبعا الاغتيالات اللي صارت الناس الاساسيه اللي اغتالوها بلبنان هي الناس اللي كانت فعلا من الشارع، اللي بقيوا هن الناس اللي ما كان لهم علاقه بالشارع. فهذا كمان بفرجيك انه لا، الثورات ممكن تمشي من دون قيادات. المشكله انه كيف بدك تخلي القيادات اللي ما كان لها علاقه ما تركب على الثوره، هذه المشكله. لناخذ فاصل قصير ونعود معكم مشاهدينا، ابقوا معنا. نعود معكم مشاهدينا ومع ضيوفنا لحلقة اليوم من برنامج في المحور، حنين غدار الزميلة الزائرة من مؤسسة فريدمان إلى معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، وأيضا عماد حرب مدير الأبحاث في مركز العرب للدراسات الاستراتيجية واشنطن. ننتقل بس يعني سريعا على موضوع يعني تبعات والتأثير لهالبركان اللي عم بيصير هلأ في إيران على المنطقة بشكل عام، وخاصة على الميليشيات الإيرانية المنتشرة. طبعا من أهم الأسباب يعني في المظاهرات ما سمعناها لحد الآن هو موضوع سوريا، والتي يعني صرف النظام الإيراني حوالي 25 مليار دولار في سوريا، يعني 6 مليارات سنويا. وطبعا موضوع حزب الله أهم يعني كان شعارين رددوا فيما يخص السياسات الخارجية. شو تبعات ما يحصل على سوريا وأهم حليف لنظام إيران وهو بشار الأسد الذي يعني قبل أيام معدودة فقط كان يعني يعتبر بأنه انتصر وأن الموضوع انتهى نهائيا، أين نحن اليوم؟ أوكي خليني بلش لك بحزب الله. بدك تبدأ بحزب الله وليس في أوكي لا هي حزب الله بالسورية تماما يعني بالنهاية يلي عم بيصير بإيران اليوم يلي عم بيصير بإيران اليوم هي مظاهرات شعبية من قلب الطائفة الشيعية الفارسية بإيران ضد النظام الشيعي. بس هذا الشيء شفناه كمان بلبنان بمحل ما، في بمحلات بيّنوا حتى لو ما كان بشكل مظاهرات عامة بكل المدن، بس في محلات فشفنا كتير مظاهر من القرف من قبل الشيعة اللبنانية ضد حزب الله، من مظاهرات صغيرة صارت بالضاحية، من أصوات عم تطلع من هون ومن هون، حتى إذا بدك انسي البوز اللي عم تطلع على الشيعة بلبنان اللي هي ما بصدق منها شيء. في آخر انتخابات بلدية صارت بلبنان يلي هي أنا برأيي هي أكبر مقياس على جس النبض الشارع. بالانتخابات البلدية بلبنان بأكبر مدينة بالبقاع اللي هي بعلبك، المدينة المعقل البقاعي إذا بدك لحزب الله، نزلوا حزب الله وأمل مع بعض بليستة انتخابية ليضمنوا أنه ياخدوا كل شيء، انخرقوا ب 45% من الأصوات. 45% من شيعة بعلبك صوتوا ضد حزب الله وأمل. هيدا كتير كبير، هيدا بفرجيكي وهيدا عم بعطيكي مثل، غير أنه بالغبيري كان في ليستا نازل لأنه كان واضح أنه رح يربحوا ضد حزب الله وأمل، هددون وانسحبوا. بالجنوب صار في كذا ليستا انخرقت كمان. هيدا بفرجيكي أنه في شيعة بلبنان يلي هن يعتبروا أنه نحن بنشوف الشيعة بلبنان أنه كلهم حزب الله. ما هيدا عم بفرجيك كمان انه بإيران الناس ضد النظام الإيراني، والشيعة بلبنان صار لهم فترة بفرجونا انه هن كمان ضد النظام.
يعني حزب الله مثل المظاهرات اللي شفناها واللي قالوا انه هي اللي عائلة شمس اللي عندها عداء مع حزب الله، ولكن انت عم تقولي لا، لا هذا موضوع شعبي، هذا اكبر من بكثير، اكبر عائلة حتى شمس قبل المظاهرات في طبعا ايران. طبعا طبعا هيدا حتى المظاهرات بايران ما هي كمان نتيجة تراكم اشياء. يعني صار في مظاهرات صغيرة هون وهون لمعلمين من بايران، كمان نقابة المعلمين فترة ظهرت في مجموعات كانت عن بالضاحية نفسها، صار في مظاهرات بحي السلم بالضاحية، صار في مظاهرات بيت شمس، يمكن هن استرجوا ينزلوا على الشارع قبل غيرهم لأنه هن مسلحين ولأنه عندهم هيدي الخلفية، بيعتبروا حالهم هيدا وأكلوها بالآخر. بس هيدا ما معناتها انقمعوا وانجبروا يطلعوا على التي في ويقولوا منعتذر من السيد، ما معناتها أنه هن عن جد فعلا غيروا رأيهم. في شيء عم بيصير بفرجيك بالأرقام، الانتخابات البلدية، بالمظاهرات الصغيرة اللي عم بتصير، بالأصوات اللي عم تطلع، بالمجموعات اللي عم تتشكل هون، بمقالات الصحف، بمقالات الصحف. بس في إشي على الأرض عم نشوفها بفرجيك إنه حتى حزب الله عم بيواجه مشكلة بالبيئة الشيعية بلبنان. يعني هيدا الشيء مبلش، كيف بده هيدا الشيء يأثر بكرة؟ ما رح فيه نلاقي إنه النظام بإيران انهار، بدأ تأخذ سنين، بده يكون في موجات طلوع ونزول يعني. بس في شغلتين، أول شيء أكيد مثل ما النظام الإيراني عم بيشوفه خايف من هيدا الشيء وما عارف شو بده يعمل لأنه شو ما عامل أكله، نفس الشيء حزب الله عم بيشوفه وعم يطلع خايف. حزب الله مش من المظاهرات اللي عم تصير بإيران تحديدا، بس انعكاساتها يمكن المجتمع الدولي ما يقدر يعمل شيء مباشرة بإيران، بس اللي عم بيصير بإيران هيدي فرصة للمجتمع الدولي يعمل شيء ضد ميليشيات إيران بالمنطقة. وهو حزب الله خايف كمان عملية تقليد مؤيدي حزب الله ومؤيدي للمنظمات شو اسمه الميليشيات الشيعية بالعراق، مؤيدين هالميليشيات ومؤيدين حزب الله، لما يشوفوا انه بالاساس بطهران بحد ذاته الناس مؤيدين الدولة الإسلامية عم يظهروا ضدها، معناتها هني بتشجعوا اكثر. ولكن بالنسبة للدور الإيراني بكل المناطق اللي في اللي لإيران فيها دور، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، بشكل عام الأنظمة عندما تكون متدخلة خارجيا، لما يصير عندها مشاكل بالداخل بتصير ريترنش، بتصير تتراجع عن هالتدخلات، على الأقل تقلل ولو إعلاميا ولو بشكل مفتوح قليلا، على بتصير تخفف من تدخلاتها بهذيك المحلات لأنه الشعب عم يطلبها ارجعي لهون وحلينا مشاكلنا. لهذا بالنسبه للبنان ديفينتلي بده يصير في تاثير. بالنسبه للوضع السوري مش معروف بالفعل لحد هسه لانه بدها تاخذ فتره طويله، يمكن ما تكونش طويله بس على الاقل بدها تاخذ فتره مرحليه قبل ما النظام الايراني يعرف انه يمكن لازم اتراجع عن تدخلي بسوريا، كذلك بالعراق. لهذا بده يكون في تأثير لمدى قدرة النظام الإيراني على أنه يتدخل إقليميا، وبده تكون هالمرحلة قد تأخذ قصيرا أو طويلا، ولكن بنفس الوقت سيكون هناك تأثير إقليمي للدور الإيراني حول، لأنه كل المنظمات المعتمدة على الحرس الثوري بدأت تفكر بنفسها ان يمكن الحرس، يمكن انا ما عدتش الاهتمام الاولويه الاولى للنظام للحرس الثوري، لان الحرس الثوري بيدافع عن ثوره داخل ايران. لهذا يعني انا لازم عندي اولويه حاليا، يعني لا استطيع ان اقوم بهذا، بالتالي بده يكون في هناك تخفيف من الغلواء، بمعنى انه إيران ستساعد هنا وإيران ستساعد هناك، حزب الله سيقوم بذلك. لهذا بتصور أنه كله بيصير في تراجع، بيصير في شوية تخفيف من المغالاة بالدور اللي يمكن تلعبه إيران بكل هالمناطق. أسأل يعني عن بشار الأسد تحديدا، لأن يعني نصر المتوقع والمرجو من قبل بشار الأسد ونظامه كان على يعني أساس الاعتماد شبه كلي على الأرض على الميليشيات المدعومة من إيران، لأنه يعني الجيش السوري اليوم هو ميليشيا، يعد صح كحجم ميليشيا، صح لا يستطيع لوحده الانتصار حتى مع كل الضعف العسكري. يعني اليوم رأينا تقدم في حرستا، هذا جانب دمشق غير وزير الدفاع، لأن يعني خلال الأيام السابقة فقط كان هناك تغيير في موازين القوى في دمشق. يعني هذا النظام يعني رئته هي النظام الإيراني، صح.
صح. يعني هنا السؤال، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعه؟ طبعا انا اعلم بانه من الصعب، يعني موضوع كبير جدا ومعقد جدا، ولكن ما هي السيناريوهات المطروحه حتى بالنسبه للحل السياسي المطروح من روسيا؟ مثلا مؤتمر سوتشي، هل سنرى مؤتمر سوتشي؟ ماذا سيحدث؟ يعني على الارجح طلبت الطاولة، بيصير مؤتمر سوتشي وما بيتغير شيء هلا مبدئيا، ولكن لم يشارك احد من المعارضة. انا بعتقد الشيء الوحيد اللي ما بده، اكيد كل الناس اللي عم تفكر مرتين قبل ما تعمل اي شيء، لانه ما حدا بيعرف شو بده يصير. بس انا بعتقد الشيء اول شيء رح ينبحث اليوم بموضوع الثوره الايرانيه، اذا نحكي انه الثوره الايرانيه، في ناس عم تسميها ثورة، في ناس عم تسميها انتفاضة، في ناس عم تسميها احتجاجات، شو ما كانت. في اليوم صار في شرعية ما لأي حدا بده يقدر يعمل شيء بسوريا ضد الميليشيات الإيرانية، أو وجود إيران، أو سيطرة إيران بسوريا، أو بشار الأسد. كل هيدا الاستسلام اللي كنا عم نشوفه قبل تجاه انه خلص بشار بقى بالسلطه، ما فينا نعمل شيء، خلص ايران اخذت سوريا، ما فينا نعمل شيء، كله هيدا الاستسلام اللي كنا عم نشوفه بلش يصير فيه هلا ضرب فريم، بمعنى انه لا، صار في حجه، صار في سبب كثير واضح ولجيتيميت شرعي، انه امريكا، حتى لو اوروبا ما بتكون بالوجه، بس امريكا او اسرائيل، اي حدا عنده مشكله مع سيطره ايران بالمنطقه، ممكن اليوم يقدر يشوفوا هذه فرصه ليواجهوا ميليشيات ايران الشيعية، اللي هي اصلا كان اوريدي هدف. فهلا اذا اوريدي كان هدف قبل، كيف هلا اليوم انه صار عندنا فرصه انه ما حدا حيجي يوقف بوشك اذا عملت هذا الشيء؟ والنظام السوري لن يستطيع النجاة لوحده، يعني حتى لا، روسيا لن تستطيع ابقاء بشار الاسد على الارض. روسيا لن تنشر قوات بعدد قوات حزب الله والميليشيات العراقيه او ميليشيات منظمة الفاطميين الأفغانية بالشارع السوري، بمعنى أنه بده يضل الطيران السوري، بده يضل الطيران الروسي بيقصف من الجو، ولكن على الأرض بده يكون في مقاتلين، والمقاتلين هن اللي إجوا من منظمات شيعية حول سوريا. بالنهاية لما إيران تكتشف أنه الوضع مش كتير منيح بطهران itself، يعني لأنت بدها تضل تدعم النظام السوري، علما أنه دعمته كتير لحد اليوم وممكن تدعمه لفترة قصيرة، ولكن كمان إذا صار شيء بإيران، إذا صار شيء بإيران، يعني لأنت بده يستمر النظام السوري حتى لو تمكن بشار الأسد من السيطرة على كل الأراضي السورية وقضى على الثورة، يعني نظام فقد شرعيته من زمان. لهذا كيف سيحكم دولة من 24 مليون شخص، نصهم مهجرين والبلد مدمرة، كيف سيحكم إذا ما في له دعم إيراني بالفعل كما كان خلال السنوات الماضية؟ بدي أحكي على موضوع الأنظمة التي تواجه نفس النوع من المخاوف، والتي هي يعني ليست ديمقراطية، عندها موضوع الفساد، القمع. يعني بوتين اليوم هو خائف أيضا. طبعا مظبوط. طب شو برأيكم انه المواقف اللي حتكون من الدول التي يعني عندها نفس المخاوف، مثل مثلا فلاديمير بوتين، وطبعا الدول الشبيهة لنوع الحكم الفردي والنظام الفاسد، يعني شو هي الأفق اللي بوتين اليوم، الذي يعني سيكون هناك انتخابات رئاسية في بعد شهرين؟ نجاحه بالحل بسوريا وسيطرته بالمنطقة هو الأساس بالانتخابات الجاي، لا يقدر ينجح بهالانتخابات ويرجع ياخد ولاية جديدة، لازم ينجح بسيطرته على الحل بسوريا إذا بدك. فإذا هيدا تعرقل أكيد بده يكون عنده مشكلة، لأنه شعبيته بروسيا زادت، ولما صار هو صاحب القرار إذا بدك بعملية السلام، لأنه بعد ما فشل جنيف صار سوتشي هو الحل. كلنا بنعرف أنه سوتشي منه حل، يصوق بأنه هو منه حل، كلنا بنعرف أنه منه حل، لأنه بالنهاية ليش بشار الأسد هو من رحيل، بس صار بشار الأسد منه شرط لمؤتمر سوتشي، فخلصت هون يعني بالنسبة لنا. بس هو بالنسبة له داخليا لازم ينجح،
إذا ما نجح كارثة للانتخابات. طبعاً هلأ هو خايف. وما بتنسى كمان إنه في معارضة روسية كتير قوية. فكمان ما بنعرف هيدا أي متى بتتحرك وكيف بتتحرك وأي كيف رح يعني تستفيد من الوضع كمان بالمنطقة بشكل عام. قديش المعارضة السورية ممكن تتحرك هلأ تترجع تنعش نوعاً ما الحراك السوري اللي هو ما بقى نسميه حراك سوري بس في بعضهم موجودين يا جماعة في مناطق يعني بمناطق بسوريا وخارج سوريا في الناس اللي بطلنا نسمع صوتها من زمان كتير يمكن هلأ ترجع تحس حالها أنه ممكن ترجع أنه في أمل شي. رجع الأمل بلبنان نفس الشيء بلبنان يعني صرنا بمرحلة آخر فترة أنه خلصنا يعني إيران أخذت كل شيء والانتخابات النيابية اللي جاية هلأ كنت أحكي معك عن الموضوع لأنه كنت بدي أسأل يعني قبل ما نعمل البرنامج من كم يوم اجتمعنا وحكيتي على موضوع بأنه الانتخابات النيابية اليوم سيكون هناك نوع من التحالف الكبير مع حزب الله واللي سيسمح له لأول مرة بأن يربح الانتخابات ديمقراطياً في لبنان مع تحالفاته يعني بما فيها السعد الحريري ويعني آخرون صح. اليوم أين نحن يعني. من هذا التحالف هيدا في ضوء هذه التغييرات الهائلة الانتخابات اللبنانية تقريبا كانت مؤمنة أنه بيكون حزب الله بده يربح فيها بشكل كبير ولكن عملية بمجرد مشاكل إيران بمجرد ما أنه يصير في مشكلة بطهران صار في مشكلة ببيروت بالنسبة لحزب الله بالتالي من ناحية الناس اللي مأيدين حزب الله بده يقولوا أوكي هذا لما النظام الإيراني مش مقدس النظام الإيراني شعبه عم يتظاهر على ليش نحن ما منتظاهر على حزب الله بمعنى أنه ليش نحن ما منعارض حزب الله لهذا بتكون بتزيد عملية المعارضة لحزب الله ببيروت ولكن بنفس الوقت الحلفاء المحتملين لحزب الله ببيروت بده يقولوا أوكي وحزب الله ضعيف ليش لابد نتعامل معه فستنعكس بفتكر ستنعكس على الانتخابات النيابية علما هذا بالنسبة لي له شرط كبير الشرط هو بالأساس أنه بالفعل حزب الله يفهم الرسالة الإيرانية بمعنى أنه يفهم الرسالة المظاهرات بإيران أنه المظاهرات هي اعتراض على أيديولوجيته اعتراض على دولة الولاية الفقيه اعتراض على الدولة الإسلامية بشكل عام وعليه بالمناسبة حزب الله لازم يفهم أنه هو حزب لبناني ليس حزب إيراني فبالتالي بفتكر إن شاء الله أنه يصير في هيك شوية تفكير عند اللبنانيين جميعا وخصوصا بساحات حزب الله شو ممكن أنه يكون التغيير اللي أنت عم تدعي له بالنسبة لحزب الله يعني هل هناك إمكانية لتطوير أو تغيير أول شرط للتغيير بحزب الله هو أنه يعتبر نفسه حزب لبناني ليس ميليشيا لبنانية بيخلص بكرة إذا اعتبر حاله وهي المشكلة لما يعتبر حاله حزب لبناني فقط حزب سياسي فشل حزب الله انتهى حزب الله ليك هلأ بالنسبة لأنه يعني هو ميليشيا مش حزب أنا بقلك وين الإمكانية الوحيدة بالنسبة لإيران لبنان هو آخر معقل هو المعقل الأساسي هي إذا بدك الأوبريشن روم غرفة العمليات في الشرق الأوسط غرفة العمليات للقدس هفيلق القدس بالشرق الأوسط هذا لبنان ف إذا انحشر النظام بإيران بده يحط كل تقله بلبنان إذا ما قدر يحط تقله بمحلات تانية فبده يحط كل تقله بلبنان وهلأ الانتخابات جاية بده أكيد يعملوا جهدهم الإيرانية إنه حزب الله يربح الانتخابات هلأ أكثر من أي وقت تاني بيقدروا يضغطوا على كل الأطراف السياسية بلبنان بغض النظر شو عم بيصير بإيران بيقدروا يضغطوا على الأطراف السياسية بلبنان بالتهديد وبالوعيد بالتهديد والوعيد أو باللي شفناه هلأ مؤخرا كمان البزنس ديلز يعني سعد الحريري انه عم تقولي انه سعد الحريري هو فعلا انه قرر ان يعني يتعامل مع حزب الله الذي يعني هو متهم باغتيال والده طبعا يعني انا ما عم اقول عم يتعامل الحريري ولكن يعني مش عم يتعامل بس اكيد ما عم بيعارض حساباته السياسيه سعد الحريري فهم انه مصلحته السياسيه والاقتصاديه هي بلبنان فرجع على لبنان مين بلبنان بيقدر يامن له هذه المصلحه السياسيه والاقتصاديه حزب الله وحلفائه فحلفائه اليوم هن مش بالضروره يكون حزب الله حليفه بس حلفاء حزب الله صاروا بارتنرز بالبزنس ديلز يعني بالنفط ببواخر الكهرباء بمحلات كتير فيها بدنا نشوف شوي نفهم انه عم بيصير هيدا الشيء فما عم اقول هو عم يتعامل مع حزب الله بس هو اكيد بمحل ما فهم انه حزب الله هو اساس اللعبة قبل بحزب الله شريك يعني بالتهديد وبالوعيد او بالتنفيعات والاغراءات هيدي ايران ممكن تضغط على كل اللبنانيين ليقدروا يعملوا هيدا الشيء بس في محل
ما بيقدروا الإيرانية يعملوا، اللي هو إذا صار في ضعضعة بإيران بهذا المحل بالنسبة للمظاهرات بإيران، أول ناس رح يفهموا التغيير هن الشيعة. أو قبل ما بدي أحكي عن الأطراف السياسية والزعماء السياسية بلبنان، هو اللي ما رح يفهموها لأنه بحياتهم فهو الشعب، على الشعب تحديداً الشيعة، الشيعة في لبنان تحديداً الشيعة اللي هن أكثر ناس متضررين من حزب الله. تماماً. دور حزب الله الإقليمي، في عندك اثنين حزب الله، عندك حزب الله اللبناني اللي هو سياسياً حزب الله الحزب السياسي اللبناني، وعندك حزب الله الجيش الإقليمي. اوكي، حزب الله السياسي اللبناني رح يبلش انه هلا يلعبها بالسياسه تيربح الانتخابات، ويضل موضوع لبنان انه الامن والاستقرار وهذا اساس بالنسبه له، لانه بدها تضل غرفه عمليات لبنان. بس حزب الله دوره الاقليمي هون رح يبلش يتاكل، واكثر ناس هن متضررين من دور حزب الله الاقليمي هو الشيعة. لانه اهم شيء بالموضوع انه كل الشيء اللي استكانوا يستفيدوا منه الشيعة من حزب الله راح. الخدمات الاجتماعية اليوم ما عم يستفيد منها إلا المقاتلين وعيالهم، مش حتى جماعة الحزب ولا الشيعة طبعا، فقط المقاتلين، بس المقاتلين شو عم يستفيدوا؟ ما عم يستفيدوا شيء، غير عم يجيوا الناس ميتين، ناس ميتين، ناس ميتين من سوريا. وآخر شيء شو عم بيقولولهم؟ أنه النصر الإلهي؟ أي نصر؟ شو استفادوا من النصر؟ اقتصادياً بالضبط ما عم بيصير بإيران، اقتصادياً عم بيموتوا، سياسياً ما عم يستفيدوا شيء، معزولين أكثر من أي محل تاني. فأول ناس حيفهموا التغيير بإيران هو الشيعة، وهون هون هيدي المحل هو تحديداً عملية التغيير. هون إذا بدك لازم يصير في برامج اقتصادية مش سياسية بلبنان بهالفترة ليقدر تخلقي أو يمتص الغضب، مش يمتص الغضب، يعني حزب الله بده يجرب يمتص هذا الغضب. بس أنا بعتقد ما تعطي الشيعة بديل سياسي، أعطيهم بديل اقتصاد اليوم تعملي كل الفرق. يعني مضبوط الحكي، بس أنا خوفي الكبير أنه إيران تستخدم لبنان بطريقة أخرى لإبعاد العالم، أنظار العالم عن ما يحصل داخل إيران. بمعنى أنه إذا كان استخدام حزب الله بحرب مع إسرائيل بس لإبعاد الوجه، لخلق أزمة جديدة لإبعادهم عن ما يحصل في إيران. بمعنى أنه قد يكون هناك على لبنان، في لبنان، في لبنان بالضبط، حرب بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، في لبنان وسوريا أكيد. أكيد إسرائيل مش راح توقف على ضرب حزب الله بلبنان إذا ما بتضربه بسوريا كمان. صح. بس بهالطريقة هاي إيران ممكن تبعد، أول شيء تبعد عنها الانتباه العالمي لما يحصل داخلها، ومن جهة تانية تخلق مثل الدفع شعبوي، دفع عاطفي تجاه دعم حزب الله لأنه عم بتهاجمه إسرائيل. صح. او دعم إلى بأزمته. فبالنسبة لي التخوف هو من مما كتير قد تقوم به إيران، او تصعيد باليمن. يمكن تصعد على أساس أنه تزيد الصواريخ الحوثية على السعودية مثلا، أو بالفعل تضرب الإمارات بالصواريخ. ولكن هناك يعني ضعف أيضا للحوثيين اليوم، يعني هناك تتنور في أوضاع الحوثيين. يعني المشكلة بالنظام الإيراني أنه في عنده كثير من الأوراق يمكن أن يلعبها لإبعاد الشبهة عن نفسه. وهذا الدور الإيراني أصلا منذ التسعينات، يعني إيران تستخدم ميليشياتها، تستخدم أصدقائها بالإقليم لبعد الضغط عليها كدولة. لهذا بالنسبة لي عملية الانتخابات اللبنانية مع أهميتها بالنسبة لي مش راح تكون هي المقررة فيما يحصل بالشرق الأوسط أو فيما يحصل في لبنان بحد ذاته. لأنه حتى لو حزب الله انتصر بالانتخابات النيابية، لن يكون هناك أي أمل له إذا كان النظام السوري ضعيف، إذا كانت إيران ضعيفة، وإذا كان الحلفاء بالداخل اللبناني كمان معتمدين عليه وهو بحد ذاته ضعيف لأنه الإقليم. صح. ضعيف بشكل عام. So, العملية معقدة جدا، ولكن بنفس الوقت هناك ميزان قوى معين لازم to be maintained، ليضل موجود. إذا حزب الله مش قادر إنه يعتمد على إيران بالشكل الكافي، معناته حزب الله بلبنان مش رح يكون قادر على إنه يسيطر كلياً على النظام السياسي اللبناني. طيب، نحن هلأ بواشنطن،
الإدارة الأمريكية الحالية، يعني منذ بدء الانتخابات الرئاسية والمرشح وقتها الأمريكي دونالد ترامب كان دائما يعني يتحدث عن موقفه المعادي للنظام في إيران، واليوم هو يعني يهدد ويصعد وكتب عبر التويتر أكثر من أي طرف آخر، يعني حتى يندد بتغطية الإعلام الأمريكي لما يحصل، ويعني ينذر بالتصعيد ضد النظام الإيراني. شو برأيكم تستطيع الإدارة الأمريكية أن تقوم به لمساعدة الشعب الإيراني كمرحلة أولى، وما ممكن أن يعني تقوم به هذه الإدارة كمرحلة ثانية كإدارة أمريكية؟ في كذا، في كتير أشياء ممكن تعملها الإدارة الأمريكية. أولاً تكنولوجياً تقدر تضغط على الشركات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والإعلام ليقدروا يوفروا خدمات للمتظاهرين الإيرانيين، هيدا بيقدروا يعملوها بسهولة. ثانياً وأهم شيء هو الضغط على الأوروبية، لأنه مثل ما تفضلوا قال أن الأوروبية هن أكثر شيء ممكن يأثروا على الاقتصاد الإيراني. ثالث شيء عقوبات across the board، عقوبات على الحرس الثوري، عقوبات على النظام الإيراني، عقوبات أكبر على حزب الله، عقوبات على الميليشيات الشيعية بالمنطقة. تيفرجوا كمان بمحل أنه الضغط مش بس من جوا، الضغط من برا، يعني الضغط من برا ومن جوا هو ممكن يؤدي لنتيجة، بس الضغط من جوا من دون ما يكون في ضغط من برا. تتذكر بال 2009 لما أوباما ما عملوا أي شيء أنتوا عملوا ثورتكم ونحن ما بدنا نتدخل، شفنا شو صار. اليوم بعتقد ما لازم ينعمل نفس الأخطاء، لازم يكون في دعم كتير أساسي، طبعا مش حرب على إيران أو دعم عسكري هذا، بس كل شيء تاني، كل شيء تاني، وتحديدا الموضوع الأوروبي، لأنه هذا أكتر شيء ممكن يأثر. بوافق وبزيد نقطة واحدة، أنه بتصور أنه الأفضل المتظاهرين الإيرانيين اليوم عدم تدخل دونالد ترامب شخصياً بالعملية، بمعنى أنه تكون وزارة الخارجية التي تقوم بالتعبير عن موقف الإدارة. بالطبع هو لن يسمح لوزارة الخارجية فقط بالتعبير عنه، ولكن بعتبر أنه تدخله هو من خلال تويتر على بالأحداث الإيرانية تعطي للنظام الإيراني مبرر أن يقمع الشعب أكثر، لأنهم بالفعل يعتقدون أنه الولايات المتحدة هي وراء كل هالاحتجاجات. برأيك حيأثر هالشيء؟ يعني هل سيتغير نوع القمع إن كان هناك كلام أمريكي من الرئيس أو لا؟ لا، أنا عملية القمع الإيراني ستبقى كما هي. إذا أراد النظام أن يقمع المحتجين سيقمع المحتجين. المشكلة هي أنه سيحاول أن يأخذ شرعية معينة من أن النظام السياسي الأمريكي يهاجم النظام السياسي الإيراني، ولهذا هناك هجوم خارجي علينا من أكبر دولة في العالم، فلهذا علينا أن نتوحد. نعم، بكل الأحوال رح يقولوا هذا الشيء. يعني حكي ترامب ولا ما حكي رح يقولوا هذا الشيء. هلا بمحل هو ما بعتقد في حدا حيقدر يوقفه، لأنه هيئته كتير محمس. رح يستمر أكيد. التويتر يعني لن يستطيع أحد. بس بعتقد الناس الإيرانية اللي بالشارع مش هون همهم هلا، يعني إنه بمحل بدهم دعم أكتر من حكي. فخلينا نشوف عن جد أي نوع من دعم فعلياً دعم حيصير، لأنه الحكي اللي عم نسمعه هلأ كتير حلو، بس حكي ما بقدم ولا بأخر. سمعنا حكي كتير وقت الثورة السورية، خصوصاً يعني سمعنا حكي كتير وقت الثورة السورية، كتير سمعنا حكي، بس فعلياً شو صار؟ ولا شيء. وهلأ عم نسمع حكي لازم يترجم، خلينا نشوف كيف بده يترجم. هي كل وقتنا لليوم، بس اكيد نستمر بطبعا يعني الحديث والحوار حول أكيد. يعني اللي عم بيصير بايران، وان شاء الله يعني بستضيفكم بالمستقبل معي ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا كثير. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، القاكم في موعدنا نفسه الاسبوع المقبل. دمتم في عون الله.